السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. معكم طارق أبو زاهر في المحاضرة الثامنة من كورس ال HTML. إن شاء الله نبدأ نشرح الفقرات النصية. إحنا عاوزين نعرف الفقرات النصية بتبقى موجودة في البادي، جسم اللي بيظهر للمتصفح. فإحنا بنستخدم في عندنا ثلاث أداة، الأداة الأولى البي، والأداة الثانية البي ار اي، والبي ار طبيعي اللي نستخدمه. احنا دلوقتي حضراتكم هنكتب اي حاجة كتبنا هنا ونزلنا تحت، حضراتكم كتبنا بردك زي كده ونزلنا وكتبنا، جينا نعمل ايه ريفريش او تحديث، فوجئنا انهم كلهم على سطر واحد. طب انا عامل فقرة اتنين تلاتة وعاوز كل فقرة نستخدمها في كل مكان مختلف، انا باجي بعمل ايه؟ بنستخدم البي الباراجراف، باجي اضغط عليها واختار واخد كنترول اكس واحطها بين البداية والنهاية واضغط كنترول في. تعال نشوفه كده مع بعض. شفت حضراتكم خدت سطر واحد، ده معناها ايه؟ معناها انها هي حضراتكم لجت في لانها عنصر بلوك فلجت على سطر واحد. طب تعالوا حضراتكم كده احنا نيجوا هنا ونضغط انتر، نيجي نعمل مفيش اي خطوة لان هو ما بيعترفش في المتصفح بالمسافات دي. طب احنا نيجي نعمل نفس الحكاية، البي ونعمل كت ونحط الباراجراف وسط البداية والنهاية، كنترول في، نيجي نضغط تحديث، حضراتكم لقيت في السطر نفس الحكاية، نضغط البي عرضنا البداية والنهاية، ولازم نعرف ان النهاية بالداش. هنعمل كت للباراجراف اللي احنا عاملينه، كنترول اكس ونضيفها بين البداية والنهاية، كنترول في، نيجي نضغط. طب اني دلوقتي لو حضراتكم احنا ضغطنا كده وشفنا نفس الحكاية، طب انا عاوز اعمل سطر تاني يعني بين الباراجراف ده والباراجراف ده، اعمل ايه؟ في حاجة اسمها بي ار، بختارها الخاصية دي بتعمل لي سطر. شفت حضراتكم؟ لا انا عاوز اعمل خاصية تاني بي ار، نفس الحكاية هعمل سطر تاني، هاتكم انتوا شايفين اهو بي ار، اعمل سطر تالت. ليه؟ لان اني بص حضراتكم انا بين الباراجراف ده والباراجراف ده مهما اعمل مسافات مفيش اي حاجة، مفيش اي حاجة تعرفش دي بالمسافات دي. فانا عشان اعمل سطر بين الباراجراف والباراجراف اللي فوقيه اعمل كالاتي، اعمل بي ار بيعترف لي على طول. شفت حضراتكم اهو بي ار. طب انا دلوقتي لو جيت فصلت هنا الكلام وضغطت هنا مفيش اي حاجه غير فصله واحده، دكه واحده. طب انا عاوز المسافات دي تظهر عندي، اعملها ازاي؟ بعملها ازاي؟ تعال بالراحه كده خالص، بنيجي نكتب فقرة ونكتب الخاصية اللي احنا عارفينها بي ار اي ا. ايه الخاصية دي؟ باخد الباراجراف الموجود قدامي، نكتب كمل باراجراف، ونيجي نعمل كت لي ونحطه بين البداية والنهاية، كنترول اكس وبعدين كنترول في. انا لو جيت حضراتكم بصوا معايا كده ودوست انتر وجيت ضغطت هنا، شفت عملنا ايه؟ ملاحظين دي؟ طب لو جيت هنا ضغطت انتر، بص حضراتكم لو جيت هنا، شفت حضراتكم؟ ادي الفكرة اللي بتكلم فيها. فدي الخطوة الموضحة الطريقة دي.
شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.